ولكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو هو النهارده تحدي كشف الكذب. لقيت وانا قاعد بتصفح على الجوجل بلاي، لقيت برنامج اسمه كشف الكذب، فاستغربت صراحه، قلت يعني ايه ده. هو البرنامج عباره او التطبيق عباره عن اللي انت بتقول حاجه حد بيسالها لك وانت بتقول كذا، فبعديها بتحط صباعك ده. فيلا بينا نبدا التحدي. يلا اخويا اسالني شويه اسئله وانا ارد عليها، وبعديها احط صباعي. يا ترى هنشوف يعني انا كلامي صح ولا بكذب. هنعمل 3 و 3 او ممكن 4 و 4 على حسب. يلا بينا نبدا التحدي. قبل ما نبدا التحدي استنى عندك، انزل اعمل فولو على الانستجرام واشترك في القناه، اهم حاجه. ايميل اخويا هيظهر لكم دلوقتي حالا على الشاشه، وتحت اشتراك في القناه شوفوا كل فلوجاتنا اللي على القناه. يلا بينا نبدا التحدي. بلال، عمرك كلمت من حصص قبل كده في ثانويه؟ اللي هي حصص اللي هي اي حصص مدرسه يعني ولا مدرسه؟ يعني ممكن في حدود لا انا بقول لك انت هربت ولا لا؟ هربت. انا هربت يا جماعه. وهنجرب دلوقتي وندوس. بيقول لك جهاز كشف الكذب جاري تحليل النتيجه رجاء الانتظار. انت تكذب. ازاي؟ انا عارف انا هربت اصلا، والله العظيم هربت. انا بقول اهو ازاي يعني؟ هو المفروض بيقول لي انت تكذب. برنامج بايظ يا جماعه. عادي عادي عادي، انا علينا. عيب في كاسك. انس ايش؟ عمرك حبيت قبل كده؟ لا. طبعا انت صباعك. انت صادق. قال لنا انت صادق والله العظيم. جبت 3 صحيحه وجبت خاطر الغلط 1-0. 1-0 انس. بلا. ايوه يا عم انس. عمرك سافرت قبل كده في اي دوله غير مصر؟ بصراحه انا ما سافرتش في اي دوله غير مصر خالص. والاجابه؟ والاجابه هي لا. فدلوقتي هندوس كده، هنحط الصباع اهو جاي تحليل النتيجه. انت لا بقى ازاي يا جماعه؟ البرنامج اقسم بالله ضايع. انا كفته يعني، انا هجبت من المدرسه وانا فاكر. استنى بس، والله كفته. انا هجبت من المدرسه وانا فاكر، وعملت ايه تاني؟ وما سافرتش وربنا ما سافرت. انت تعرف اكتر. جدعان يا جدعان، البرنامج ده بالاخر البرنامج ده هم حاطينه بيجيب يعني بيجيب الحظ اي حاجه. عمرك في حياتك كلت اندومي؟ الصراحه ده احنا ناكل شويه كده. انت تقول الحقيقه. هو عارف انا عرفت الحقيقه. هو قال الحقيقه. انت الاندومي. اشمعنى انس يعني؟ انت كده انس 3-0 كده. انت لا، واخد بالك انت تقول الحقيقه اول ما تجن دي. يعني تكذب وانت صادق. طب يلا اسالني 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 اسالني. برنامج ممتع والله، حاجه كده جديده، فقلت اجربه ونعمل عليه فيديو. بتنام كام ساعه في اليوم؟ بنام يعني 12 ساعه او 8 ساعات يعني، او ساعات يعني، انا مش عارف اقول ايه. تعرف يعني 12 ساعه؟ يعني بس كده الفيديو خلص. انا والله هموت على نفسي اقسم بالله من الضحك. البرنامج ضايع خالص من كتر التطبيق اللي احنا حملناه. غريب جدا، وانا همسحه دلوقتي. ف انا بعمل اعلان كده للناس اللي هي بتمسحه. لو عجبكم الفيديو، فكره الفيديو يعني، يا ريت من تعملوا لايك شير سبسكرايب، شاروا الفيديو في كل مكان، ويستنوا التحديات الجاية والتحديات الجاية. يا رب الفيديو ده يطلع فوق ال 100 مشاهدة. فبس كده كان معكم إيه؟ في سلام.